السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معايا على قناة شيوات عائشة لتعليم الطبخ والطرز ربط باليد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم أكلة جديدة. بغينا نبدلو شوية، طلع لينا صراحة اللحم ديال الغنمي في الراس. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم هذا النوع ديال السمك، سمك الطون. غادي نحضرو لكم بواحد الطريقة مختلفة، كيجي بحال الطون تماما. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نوجدوه. وعندنا هنايا سمك الشطون، حتى هو ان شاء الله غادي نشرملوه ونطيبوه في الفران ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا، من بعد ما نقيت السمك نضغطو مزيان بالماء وحيدت ليه الاشواك ديالو غير السردين، وهذا خليته بالشوك ديالو. دابا غادي نحضروا الشرموله اللي غادي نشرملو بها الحوت ديالنا. غادي نحتاج الكميه ديال القزبر مقطع رقيق. انا هنا ما متوفرش عندي القزبر طري، كان عندي في المجمد. نتوما يمكن لكم ديروا القزبر طري. غادي نحتاج العصير الحامض، معلقه صغيره ديال الكركم، معلقه صغيره ديال الفلفله حلوه او حميره، ومعلقه صغيره ديال الكمون البلدي، القليل من الفلفل الحار، القليل من الملح، معلقة صغيرة ديال الثومة محكوكة، صافي. وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان مع بعضها. غادي نضيف واحد شوية ديال الماء، صافي. وغادي نخلطو هاد المكونات كاملة، وغادي نشرملو الحوت ديالنا. كيجي لذيذ بزاف، نتمنى تجربو هاد الطريقة، غادي تعجبكم. صافي كنوضعو في الوسط ديالو الشرمولة، كيجي بحال الطون تماما. صافي وغادي نشرمل الحوت ديالي كامل. كيف ما كتشوفوا انا شرملت الحوت، ودابا غادي نخليه حتى يشرب ليا ديك الشرموله، وننتقلوا من بعد نكملوا طريقه التحضير ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا خديت الطنجره ديال الضغط ودرت فيها السمك. دابا غادي نضيف ليه طريفات ديال الحامض مسير، فلفلة حارة، جوج وريقات ديال سيدنا موسى، وغادي نضيف نص كاس ديال زيت الزيتون، صافي. وغادي نسدو طنجرة الضغط ديالنا، وغادي نخليوه يطيب على نار مهيلة، ونتلاقاو فيما بعد. ما غاديش نديرو حتى قطرة ديال الماء. ودابا غادي ننتقلو باش غادي نحضرو لاصوص اللي غادي نرفقو بها هاد السمك الشطون ديالنا. غادي نطيبو ان شاء الله في الفران. هنايا خديت حبة ديال مطيشة كبيرة حكيتها، وغادي نضيف ليها معلقة صغيرة ديال الفلفلة حلوة، ربع معلقة ديال الكركم، القليل من الفلفل الحار، نص معلقة ديال الكمون،
القليل من الملح، غادي نضيف شويه ديال الحامض مصير مقطع، قليل من زيت الزيتون قياس معلقه كبيره صافي. وغادي نخلط هذه المكونات مزيان، هذه العطريه مع مطيشه، وغادي نكبوها على السردين ديالنا. صافي ودابا غادي نغطيو هاد السردين ديالنا ببابي غذائي او بابي الومنيوم، وغادي ندخلوه الفران يطيب ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا السردين وطبق ديال سمك طونة. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم. هذا الطبق ديال السمك الشطون اللي درت بلاصوص طوماط وطيبته في الفران، كيجي لذيذ بزاف وخفيف. نتمنى تجربوه غادي يعجبكم. وهذا الطبق ديال الرجله، انا ما حطيتش معكم الطريقه ديال تحضير الرجله، الكل اكيد كيعرف يحضرها باش ما نطولش عليكم اكثر في الفيديو ويجيكم ممل. مره ان شاء الله نعاود ندير لكم الفيديو. وهذا الطبق ديال سمك الطونه طنجره الضغط، الصراحه كيجي لذيذ بزاف كيف ما كتشوفوا. طب غير في ديك الزويته ديالو اللي درت ليه كيجي لذيذ حتى هو، وفيه واحد المذاق رائع جدا. وهذه هي الغديوه ديالنا، نتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب باش يوصلكم اي جديد للقناه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.